السلام عليكم. تبدو إسرائيل مربكة في التعامل مع الملف النووي الإيراني، والسبب أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها طهران خلال نقاشاتها الدولية ومن خلال السياسة الخارجية الجديدة التي تنتهجها بدأ أن الأمور تتجه إلى انفراج، وذلك تحت عنوان شفافية إيرانية أكبر في برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عليها. تطور أقلق إسرائيل ودفعها إلى التهويل مجددا بالخيار العسكري المنفرد، فيما العالم يتقدم في تحسين علاقاته مع الحكومة الإيرانية الجديدة. السعي الإسرائيلي لتعطيل عمل التقارب الأوروبي الأمريكي مع إيران والخوف من أي رفع للعقوبات محور الملف الأول في المسائية، بينما نناقش في الملف الثاني التغييرات التي طرأت على الحكومة المغربية الجديدة وتبدل التحالفات السياسية بعد تحول حزب الاستقلال إلى المعارضة. لكن قبل الدخول في تفاصيل المسائية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء مع رانا أبي جمعة. تفضلي رانا. شكرا رامي، السلام عليكم. قتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم عمر الأطرش المتهم بتفجيري الضاحية الجنوبية لبيروت قبل شهرين. الحادث وقع بعد استهداف موكب الأطرش المؤلف من 3 سيارات في وادي بعيون في جود عرسال. يذكر أن الأطرش متهم أيضا بزرع عبوات في الهرمل وزحلي. يواصل الجيش السوري تمشيط أحياء بلدتي الإثيوبية والحسينية في ريف دمشق الجنوبي بعد إحكام سيطرتها الكاملة عليهما اليوم. الميادين دخلت البلدتين خلال تمشيط القوات السورية والشوارع والأبنية، وكانت مصادر المعارضة قد أكدت أن المعارك الأخيرة أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل. في مصر وقعت مواجهات في أكثر من منطقة خلال تسيير أنصار الإخوان المسلمين لمسيرات مؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسي، وتدخلت الشرطة لفض اشتباكات بين الأهالي وأنصار الإخوان مستعملة القنابل المسيلة للدموع. وفي رفح في سيناء استهدف مسلحون مدرعتين للجيش المصري بعبوات ناسفة أدت إلى جرح 5 جنود. أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أن عملية اختطافه الخميس كانت محاولة للانقلاب على الشرعية، وأضاف زيدان أن عملية اختطافه كانت مدبرة، وشدد على أن هذا العمل لا ينبغي أن يمر بسهولة، مضيفا أنه يتواصل مع الثوار الذين هم ممثلون في الكثير من مؤسسات الدولة. حكمت المحكمة الجنائية الدولية بجواز محاكمة رئيس المخابرات في عهد القذافي عبد الله السنوسي أمام محكمة ليبية. قضاة المحكمة أكدوا بأنه لا يجوز أن تنظر المحكمة الدولية في القضية عملا بمبدأ التكامل، وأن ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية على إجراء تحقيق مماثل. المحكمة شددت على أن القرار بخصوص السنوسي لا تبعات له على القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي الذي ما زال مطلوبا لديها. عن عمر يناهز 92 عاما توفي المطرب والملحن اللبناني الكبير وديع الصافي في إحدى مستشفيات لبنان بعد صراع طويل مع المرض. الصافي من عمالقة الفن العربي، اشتهر بصوته الاستثنائي وبأغانيه التي تناولت الوطن والحب والقيم الأخلاقية. غنى إلى جانب مطربين عمالقة كالسيدة فيروز والسيدة صباح وآخرين. ختام الموجز، عودة إلى رامية. شكرا لك رانا. يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملة إعلامية في محاولة منه لتجنيد الرأي العام الأوروبي ضد إيران في ظل مخاوف إسرائيلية من نجاح إيران في استمالة الغرب نحوها. منال إسماعيل. بعد الحملة التي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لاستمالة الرأي العام الأمريكي، جاء دور أوروبا. فنتنياهو يحاول الآن تجنيد الرأي العام الأوروبي ضد تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. متحدثا إلى عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، رأى نتنياهو أن عدم توقيع أي اتفاق بين الدول العظمى وإيران أفضل من توقيع اتفاق سيء، وحذر من إيران. النظام الإيراني يبتسم الآن ويقول دعونا نواصل التخصيب ونقدم إليكم في المقابل تنازلات تكتيكية وتجميلية، وأنتم تخففون العقوبات. إن تخفيف العقوبات سوف يؤدي إلى انهيارها وستحصل إيران على مبتغاها. أنا أقول لكم ذلك ولا تقولوا بأنني لم أحذركم. وعلى الدرب ذاته سار وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون
التي حذر من تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار هذه العقوبات. نتنياهو يقاتل ضد إلغاء العقوبات المهمة، وهي العقوبات المفروضة على الصادرات النفطية والبنوك الإيرانية. لكن نتنياهو لم يكن وحده من يخوض الحرب الإعلامية. رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق تساحي هانكبي قال في مقابلة مع صحيفة معرف إن إسرائيل تملك القدرات العملياتية لمواجهة التهديد النووي الإيراني بنفسها، ولا يجوز لإسرائيل أن تخشى من أي رد فعل أو من الإنذارات المتعلقة بالنتائج الخطيرة التي قد تترتب على أي ضربة ضد إيران. وفي سياق هستيريا المواقف، برز عرض الجيش الإسرائيلي صور مناورة تحاكي الطيران لمسافات بعيدة والقدرة على العمل في مسافات تبعد آلاف الكيلومترات عن إسرائيل، مناورة لم تتردد المصادر الإسرائيلية في التأكيد على أنها رسالة واضحة ومباشرة لإيران. الرسالة واضحة، وهي محاولة الإظهار للعالم أن إسرائيل لن تتنازل عن الخيار العسكري. إسرائيل تعتزم مرافقة كل المفاوضات بالتهديدات الهجومية، وهذه محاولة للتأكيد على أن الخيار العسكري يجب أن يبقى ماثلا أمام أعين كلا الجانبين خلال المحادثات، الأمر الذي قد يدفع إلى اتفاق يكون جيدا وملائما لإسرائيل. تصريحات نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين تعد تصريحات غير عادية، ما يعكس برأي مراقبين في إسرائيل حجم القلق الذي يعيشه نتنياهو وحكومته من نجاح الاستراتيجية الإيرانية الجديدة في رفع العقوبات الاقتصادية عنها من دون تفكيك برنامجها النووي. وللنقاش معنا من غزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور عدنان أبو عامر، كذلك معنا من طهران عميد كلية دراسات العالم في جامعة طهران ومحلل في الشؤون الاستراتيجية الدكتور محمد مرندي. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور مرندي، حملة لنتنياهو في أوروبا بعد واشنطن ومناورات عسكرية، تحليق بالطائرات فوق اليابان والتزود بالوقود في هذه الأجواء، كيف تتلقى إيران هذه التحركات؟ لا أعتقد أن الإيرانيين يشعرون أن الأمر غير متوقع. لطالما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مهووسا بإيران، ونلحظ أن اللغة التي يستخدمها بالإشارة إلى القادة الإيرانيين كانت دائما مهينة للغاية حتى على مستوى المرافق الدولية، وذلك أمر غير معهود. بالتالي نرى كم هو مهووس بإيران، لا سيما عندما يستخدم المصطلحات المهينة في مواقع مثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن ما يحدث حاليا هو أننا نلحظ تغيرا حقيقيا على مستوى توازن القوى في العالم، وهكذا إيران تنظر إلى المسألة، لا سيما بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية معزولة دوليا عندما كانت تنوي قصف سوريا، وحاولت الحكومة الأمريكية أنه لابد من قصف سوريا وحاولت إقناع الرأي العام الأمريكي بذلك، لكنها فشلت وبدت معزولة على الساحة الدولية، وكل ذلك أدى إلى اختلال توازن القوى للمرة الأولى منذ سنوات لا بل عقود مضت. والولايات المتحدة الأمريكية قد منعت بذلك من إطلاق أي هجمة عسكرية على ما تم تصويره على أنه ند للأمريكي، وهذا هو المصدر الأساسي للهواجس الإسرائيلية. كما أن ذلك يأتي في وقت نشهد فيه ما أعلن عنه أدوارد سنودن وما كشف عنه وأغضب الكثيرين في مختلف أنحاء العالم وأدى إلى المزيد من العزلة بالنسبة إلى أمريكا. وبعد ذلك نرى الرئيس روحاني قد ذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى الكثير من القادة وأثر بشكل كبير فيهم، وقبل ذلك التقى الرئيسين الروسي والصيني في مؤتمر شانغهاي. بالتالي من الواضح أن النظام الإسرائيلي هو في حالة من الغضب حاليا، لأن الإيرانيين قد حققوا نجاحات على جبهات متعددة. طيب. ودول أخرى قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية قد أظهرت مواقف ضعف. إذن دكتور مرندي، هذا تغير في موازين القوى يشكل عامل طمأنة بالنسبة لطهران أمام كل هذه الإيحاءات ربما بالقدرة العسكرية لإسرائيل.
لا أعتقد أن الإيرانيين يأخذون التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد. إيران دولة قوية ونافذة للغاية. إسرائيل في العام 2006 في حربها ضد المقاومة في جنوب لبنان قد فشلت فشلا ذريعا. وبالطبع المقاومة مؤلفة من مجموعات صغيرة من الرجال الشباب المكرسين لعملهم. لكن حتى دكتور مرندي، أنا لا أقصد بالناحية العسكرية بمعنى أن تقوم فقط بالضربة العسكرية، وهو ما سنتحدث عنه تباعا في المسائية، ولكن من القدرة للتعطيل التقارب الإيراني الغربي. بناء على هذا التوضيح أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون أن يمنعوا أي تقارب من أي نوع كان. الأمر لا يقتصر على الإسرائيليين فحسب، بل يطال كذلك بعض الدكتاتوريات المثقلة بذهب النفط والموالية للولايات المتحدة الأمريكية، هي أيضا مهتمة بمنع أي تقارب من هذا النوع. لكن هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية الإرادة السياسية لتغيير سياستها فيما يتعلق بإيران؟ هذا سؤال يطرح، لكن الواقع هو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد شعرت بحدودها، بحدود قدراتها في العالم. وبما أن الإيرانيين قد أطلقوا هذه الهجمة الدبلوماسية الدولية على مر الأسابيع القليلة الماضية، نرى أن ذلك قد أدى إلى تغيير سياسات الدول غير الموالية للغرب تجاه إيران. نرى أن الصين تعيد التفكير بسياساتها تجاه إيران وتوسع علاقاتها مع إيران، والأمر نفسه يطبق على روسيا وعلى دول مثل البرازيل والهند، وكلها بدأت تبتعد أكثر فأكثر عن السياسات الأمريكية وأقرب من إيران. حتى بلدان أوروبية مثل إيطاليا تفكر بطرائق تخولها أن تخفف من العقوبات ونظام العقوبات المفروض على إيران. بالتالي حتى الآن بتنا نشهد على تغيرات. أكانت الحكومة الأمريكية توافق على هذه التحولات أم لا؟ وأكانت أمريكا مستعدة لتغيير موقفها أم لا؟ وربما دول كثيرة في العالم باتت على هذه القافلة. وربما هذا ما وصل لنتنياهو في لقائه أوباما الأخير. وهنا نتحول لضيفنا في غزة دكتور عدنان أبو عامر. بعد الرأي العام الأمريكي وإلى الرأي العام الأوروبي يتجه نتنياهو، هل هذا يعني فشل أم نجاح مهمة نتنياهو في واشنطن، وما مدى فرص النجاح بالنسبة لمهمته في أوروبا؟ مهم في البداية الإشارة إلى أن ما يحصل من تقارب أمريكي إيراني هو في علم السياسة يأتي في ضمن إطار الصفقة، وليس بالضرورة نجاحا منقطع النظير لإيران أو اكتساحا سياسيا لأمريكا. كل من الطرفين قدم تنازلات ما في ملفات داخلية وإقليمية ودولية حتى يحصل هذا التقارب. لم يستيقظ أوباما في قبل أسابيع ليقع في غرام روحاني، والعكس صحيح، ولكن الظروف الإقليمية والدولية بالتأكيد ضغطت على الجانبين حتى يصل إلى هذا التقارب. إسرائيل واضح أنها ليست بعيدة عن أجواء هذا التقارب، حيثياته، نتائج المتوقعة، حتى لو استمعنا إلى رفع تهديدات وصوت ضجيج الطائرات ومناورات عسكرية. هذا بالتأكيد يأتي في إطار يعني رفع ثمن هذا التقارب، محاولة ابتزاز أمريكا وجعل إسرائيل في نتائج متوقعة لإمكانية أن يسفر ذلك عن تأجيل إرجاء برنامج النووي. هذا من جهة. من جهة أخرى ليس بالضرورة أن نتنياهو قد يكون فاشل بالتأكيد في هذا الموضوع الإيراني، ولكن نتنياهو يحاول أن يستغل علاقاته الغربية في أوروبا وأمريكا تحديدا لفرملة أو كبح جماح هذا التقارب حتى لا يكون على حساب إسرائيل. خذي في سبيل على سبيل المثال أن نتنياهو حتى الآن لم يخفق إخفاقا كليا في واشنطن، وهناك جهود اللوبي الصهيوني ما زالت على قدم وساق. الكونغرس يحاول أن يفرمل أي جهود متواصلة لأوباما، ولذلك هذا ما يحصل الآن من قبل نتنياهو، يحاول أن يلعب على أكثر من زاوية، أكثر من محطة جغرافية في أوروبا وأمريكا، حتى يحاول أن يحسن شروط التفاوض مع إيران كي لا تحاول أن تفرض شروطا ما أو إرادة ما على المجتمع الدولي. لكن أيضا مهم الإشارة في هذا السياق إلى أن الإسرائيليين في هذه المرحلة بالذات ليسوا بالضرورة على قلب رجل واحد،
من موضوع التقارب الأمريكي الإيراني. هناك كما نعلم شقان في السياسة الإسرائيلية، الشق الأمني العسكري والشق السياسي الدبلوماسي. الغريب أن الجناح الأمني والعسكري في إسرائيل اليوم تقريبا هناك توجه بالنظر إلى إمكانية إنجاح هذا التقرب الأمريكي الإيراني حتى لو كان على سبيل تحقيق نجاحات إيرانية. في المقابل يرى الدبلوماسيون والسياسة في إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو أن هذا التقارب قد يكون من باب تسويق إيران في المنطقة العربية والدولية وإمكانية نجاحها على الصعيد الدبلوماسي والسياسي. وهو ما سنتحدث عنه أيضا في التقرير القادم. ولو قاطعتك دكتور عدنان أبو عامر، لكن في نفس الإطار بالنسبة لمهمة نتنياهو إنجاز التعبير في أوروبا، أنه هناك أوراق ضغط هائلة كما في واشنطن كذلك في الدول الأوروبية ومنها وسائل الإعلام الممسوكة صهيونيا بالمعنى الكامل للكلمة. أبرز ما قاله للإعلام نتنياهو أنه عدم توقيع اتفاق بين الدول العظمى وإيران أفضل من توقيع اتفاق سيء. أي شكل لهذا الاتفاق، وهو سيء بالنسبة لمن؟ شوف نتنياهو يحاول يعني بصورة بأخرى أن يستنسخ النموذج السوري على الموضوع الإيراني. أي أن نتنياهو كان متأهبا مستعدا مستنفرا قواته العسكرية وجيشه ووسائل الإعلام باتجاه الدفع نحو ضربة عسكرية أمريكية لسوريا لمحاولة تفكيك وانتزاع السلاح الكيماوي السوري. الآن طالما أن هذا حصل من باب التفاوض والدبلوماسية والمفتشين والرقابة وحظر الدولة، أوكي لا بأس. التوجه باتجاه نتنياهو إذا استطعنا أن نحقق ذات النموذج السوري في إيران، مدعي لدخول في مواجهة عسكرية لا يعرف أحد مآلاتها الميدانية والعملياتية، ولكن هذا لا يمنع هذا الرجل أن يرفع من ثمن هذا التقارب ويحاول أن يمارس ابتزازا واضحا على أوباما. الإسرائيليون يشعرون أن أوباما يعني صدمهم خذلهم في الموضوع السوري، ولذلك يحاولون أن يجبوا منه أثمانا باهظة جراء التقارب مع الإيرانيين. لكن أيضا مهم العودة إلى النقطة التي يعني تم قطع النقاش فيها، وهو أن الإسرائيليين يعتقدون أن الإيرانيين قد يحاولون شراء الوقت في موضوع التقارب مع الأمريكان على هذه السياسة الإيرانية طوال العقود الماضية، أو أن يمنعوا صداما أمريكي غربيا إيرانيا في الموضوع النووي، أو على الأقل محاولة كبح جماح النفوذ الإيراني في المنطقة الإقليمية والعربية المحيطة بإسرائيل، ولا تشكل عامل مكسب بالنسبة لتل أبيب. وبتقرير المقبل سنلقي الضوء على هذه النقطة ونتحدث بها لو سمح الدكتور عدنان وأيضا الدكتور مرندي تبقيان معنا. الإيحاء بالقدرة العسكرية على تهديد إيران هو محاولة لتعطيل التقارب الإيراني الأمريكي، لكنه ينظر إليه بعين أخرى إلى رفع معنويات الدول التي أقلقها هذا التقارب. قاسم عز الدين. نتنياهو يشعر أن السياسة التي حاكها طويلا ضد إيران انهارت بابتسامة واحدة من روحاني بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فهو يحاول الضغط على البيت الأبيض وعلى أوروبا من أجل عدم السماح لإيران باستمرار التخصيب النووي وعدم تخفيف العقوبات، بل يدعو إلى زيادتها، أي أنه يحاول التحليق بعكس التيار في العودة بالزمن إلى الوراء على ما يقول عامس هرئيل في صحيفتها آرت. هذه المحاولات لم تمنع التقارب الأمريكي الإيراني، ولم تمنع بريطانيا وفرنسا من تحسين علاقاتهما الدبلوماسية بإيران، والآتي يأتي تبعا كما تتوقع العواصم الأوروبية. لكن نتنياهو يظن أن الإيحاء بالقدرة العسكرية قد يدفعها إلى التراجع، ففي لقائه مع السفراء الغربيين توجه إليهم بما يشبه التهديد بقوله: لا تقولوا إنني لم أحذركم. في هذا الوقت أعلن جلوبال فاير باور المختص بتصنيف الجيوش أن الجيش الإسرائيلي لم يعد بين أقوى 10 جيوش في العالم. في السياق حذر بعض قادة الجيوش الإسرائيلية من قدرة الطائرات الإيرانية من دون طيار على الحركة، بينما صرح جلعاد أردان أن حزب الله يمتلك 200,000 صاروخ يمكنها أن تصل إلى حيث تشاء. لكن نتنياهو يهتم بالمقابل بما أسمه فرصة ذهبية أمام الدول العربية للتحالف مع إسرائيل ضد الخطر الإيراني، فبعضها يبعث رسائل يعرب فيها عن رغبته في المرونة، وبعضها يبدي قلقه خشية تسويات إقليمية لا يرغب فيها. يحرص نتنياهو على رفع معنويات هذا البعض القلق على ما يقول خبير فرنسي من معهد العلاقات الدولية.
وقبل أيام من المحادثات النووية في جنيف تقف العلاقات الإيرانية الغربية عند عتبة مصيرية في ظل جهد مشترك بين الطرفين للخروج من حالة التوتر التي سادت لعقود ثلاثة مضت. علي هاشم. بين طهران وواشنطن طرق كانت حتى شهور خلت مقطوعة. انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أشهر قليلة استبدل الطرق بالجسور. هكذا انطلقت سياسة الجسور الممدودة لرئيس يقول إن في يده مفاتيح أقفال مشاكل بلاده. كان روحاني يعلم أن هناك على الضفة الأخرى من كان في الانتظار، بل هو تلقى من الغرب رسائل بمجرد انتخابه تفيد برغبة في فتح صفحة جديدة. انطلق مع الغربيين حول حل المشاكل الأساسية والملفات الأساسية وعلى رأسها الملف النووي. فإذا نسأل ماذا تريد إيران من الغرب وماذا يريد الغرب من إيران، إيران تريد من الغرب أن تنطلق وتتفاهم على أساس معادلة الربح والربح، وليس الربح للغرب والخسارة لإيران أو الربح لإيران والخسارة للغرب. طمأنة الغرب وإزالة الشكوك حول البرنامج النووي كان ما عرضته إيران. جاء الرد الأمريكي في نيويورك خلال خطاب للرئيس باراك أوباما بالإشارة إلى فتوى المرشد الأعلى السيد علي خامنئي التي تحرم استخدام واستحواذ السلاح النووي. كان أوباما يحبذ لقاء نظيره الإيراني لكسر الجليد، لكن ربع ساعة على الهاتف أمنت لروحاني ملاذا من اللقاء، لكن ذلك لم ينجه من الانتقادات. ففي طهران من لا يرى في أمريكا إلا شيطانا أكبر. كانت أمريكا الشيطان الأكبر كما قال الإمام الخميني وستبقى كذلك، وهي المسؤولة عن كل المؤامرات التي تحاك ضد طهران منذ 35 عاما. تصريحات كهذه يعلم روحاني وفريقه أنها ستلاحقهم دوما، فإن لم تحصل إيران على الحد الأدنى مما تريده من مثل هذه العلاقة فستتحول إلى لعنة دائمة. المطلوب إيرانيا استمرار البرنامج النووي ورفع العقوبات، وما يأتي في الطريق لا ضير منه، ولعل ما جاء في الطريق سبق المفاوضات، فرفعت العقوبات عن أكثر من مصرف إيراني وعن شركات شحن، وهي طهران تفاوض اليوم شركات نفط عالمية أبدت رغبة في إعادة فتح مكاتبها. يقول قائل إن الغرب كان يحارب الإيرانيين بالوقت مراهنا على نفاد صبرهم، لكنه على ما يبدو راهن في المكان الخطأ، لأن الصبر لدى الإيرانيين كشرب الماء في قاموس الآخرين. علي هاشم، طهران، الميادين. وبالعودة إلى ضيفينا وإليك دكتور مرندي، ثلاث دول في مجموعة الخمسة زائدا واحد هي دول أوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، قدمت الدول الأوروبية ما يشبه الضمانات لإسرائيل، وهناك لقاء مرتقب مع هذه المجموعة. هل سنشاهد ترجمة لهذه الضمانات في لقاء جنيف المقبل؟ For Iran, the central point is not what sort of guarantees these countries. بالنسبة إلى إيران، النقطة الأساسية لا تتعلق بنوع الضمانات التي تعطيها هذه الدول إلى إسرائيل. لقد قالت إيران منذ اللحظة الأولى أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج لأغراض سلمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت دوما أنه لم يكن هناك أي شذوذ عن مسار هذا البرنامج، ولم تشوب هذا البرنامج أي شوائب من هذا النوع، وكل المرافق النووية الإيرانية خاضعة لرقابة الدولية. أكان ذلك من خلال الكاميرات الموضوعة في المكان أم من خلال زيارات المفتشين. بالتالي يقول الإيرانيون بما أن البرنامج النووي هو برنامج سلمي، لا سبب يمنع الإيرانيين من استكمال هذا البرنامج. الإيرانيون يفكرون بطريقة مستقلة حتى على مستوى الدولة، والأمر مختلف عن كثير من الأنظمة التي هي بكل بساطة خانعة للولايات المتحدة الأمريكية. بكل حال، يشعر الإيرانيون إذن أن البرنامج النووي هو أمر لابد للغرب وأن يوافق عليه. حجر العثرة الأساسي ليس إذا ما كانت إسرائيل تريد أن تحصل على تنازلات من الغرب،
الغرب، بل هي أن نرى أن كانت الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية باتت مستعدة أخيرا أن تتوافق مع فكرة أن إيران باتت دولة قوية إقليمية وتنظر إليها كند. كانت الدول الغربية لطالما تنظر إلى الدول غير الغربية بنظرة دونية، وإيران لن تقبل بذلك. وإيران تقول أيضا أنها منفتحة على اتفاق، على موقف، على حالة مربحة للجميع حيث يتم وهي هذه الحالة المربحة النووية. دكتور مرندي، كيف يمكن أن تكون إذا لا نقاش في أصل البرنامج النووي وفي سلميته، وهو كلام يعني إيراني دائما يكرر، إذن هوامش النقاش على ماذا ستتركز في اللقاء المرتقب، خصوصا أنه مصادر تتحدث أن هناك اقتراح أو شكل جديد من مقترح تقدمه طهران، كيف سيكون هوامش النقاش تكون هوامش النقاش إذن؟ بالطبع الإيرانيون مستعدون جدا لمناقشة البرنامج النووي، ولقد كرروا ذلك في حال تصرفت البلدان الغربية بطريقة أكثر عقلانية وأكثر منطقية، بدلا من أن تحاول إيذاء الإيرانيين المدنيين من خلال عقوبات تمنع إيران حتى من استيراد الأدوية. فإيران بالطبع ستكون مستعدة للانفتاح الأكبر، وإن كان هناك تشكيكات كبرى حول حالة البرنامج النووي فإيران مستعدة لفتح المزيد من مرافقها وأن تتصرف بشفافية أكبر. لكن الإيرانيون حاليا غير منفتحين بشكل كاف بالنسبة إليهم، ذلك لأن إيران تهدد، أو لأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد إيران دائما بالحرب، والولايات المتحدة الأمريكية تقول دوما أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة والعقوبات تؤدي إلى معاداة الناس، ويصدر بهم ألا يتوقعوا من إيران أن تقدم أي إجابة إيجابية على هذا النوع من التهديدات. عندما تهدد أمريكا إيران فإيران ستهدد أمريكا في المقابل، ولكن إن غير الأمريكيون وحلفائهم عقليتهم فإيران والإيرانيون يشعرون ألا لا مشكلة لديهم في التصرف بالمزيد من الشفافية وسماح المزيد من المفتشين من الدول والحكومات الغربية والغربية بالمشي إلى المرافق النووية لكي يشعر هؤلاء بالرضا الكامل حول طبيعة السلمية للبرنامج. وبالعودة إلى ضيفنا الدكتور عدنان أبو عامر، وكنت تريد الحديث عن هذه الإيحاءات بالقدرة العسكرية وربما ينظر إليها بعين رفع المعنويات للدول التي يقلقها هذا التقارب الغربي الإيراني. قالها صراحة نتنياهو، هي فرصة ذهبية أمام الدول العربية للتحالف مع إسرائيل. إلى أي حد هذا مقارب للواقع؟ أنا أفترض أن أي تقارب أمريكي إيراني ينبغي أن يثير خوف وقلق كل العرب المسلمين، أليس كذلك؟ طالما أن أمريكا هي الشعار الإيراني هي العدو الأكبر والشيطان وإلى آخره، ولذلك إذا كانت الدول العربية تخشى تقاربا أمريكيا إيرانيا خوفا على مصالحها الإقليمية والمنطقة والنفط وسواه، أظن أن النظرة العربية بعيدة المدى ينبغي أن تكون يعني ضد أي مصالحة غربية مع الدول العربية أيا كانت إيران وسواها. لكن مهم الإشارة، أنا أرى أن هناك نوع من تغليب الملف النووي على سواه من الملفات في التقارب الأمريكي الإيراني، وهذا لعله يعني عدم دقة في النقاش. لو سمحت لي، الصفقة الأمريكية الإيرانية الآن الذي يطفو على السطح والموضوع النووي، هناك ملفات أخرى وراء الكواليس لعلها إن لم تكن بمستوى الملف النووي الإيراني أشد وأصعب من موضوع النووي، وربما موضوع السوري هو في صدارة هذه الملفات. ليس سرا أن التراجع الأمريكي عن ضرب سوريا ليس بالضرورة هو خوف وخشية من العواقب وهي قائمة، لكن هناك وضع تنازلات من المحور الإيراني السوري قدمت في سبيل إرجاء هذه الضربة والغاء مقابل تفكيك السلاح الكيماوي، وأظن ذلك تنازل كبير لم يكن أحد يريده للدولة السورية بالتأكيد. النقطة الثانية أن إيران تشعر أن الانسحاب الأمريكي المرتقب كان في حين من العراق والتوقع من أفغانستان، هذا يقدم لها هدية مجانية عزل نظيرها من قبل أمريكا لكي تمدد نفوذها الإقليم في المنطقة العربية. انفلات الأوضاع في سوريا في قبل سنتين والتململ الحاصل في العراق بالتأكيد يكبح جماح أي نفوذ إيران في المنطقة، وهذا يحرمها من قدرتها على مد نفوذها الإقليمي. أكثر من كل ما تقدم، لا شك أن العقوبات الاقتصادية على إيران وصلت حدا لا يطاق لدى الإيرانيين، والذي يزور إيران في هذه الأيام يعود بتقارير غير عادية عن حجم الضغط الاقتصادي الكبير. والمفارقة أن أوباما هو أكثر رئيس أمريكي منذ 20 عاما تقريبا يمارس هذه الضغوط الاقتصادية على إيران بصورة غير مسبوقة، حد الخنق وصلت.
طيب أنت سميتها دكتور عدنان أنه هي صفقة، وبالتالي الصفقة تقوم على المصالح، لماذا ولا أدري إن كنت تسأل أو أعطيت نتيجة أنه يفترض على العرب والمسلمين أن يقلقوا من التقارب الأمريكي الإيراني، إن كنت تسأل أو تطرح نتيجة وهذا يريد يعني نريد منه إيضاح، ولماذا يكون مقلق إذا كانت هي على قاعدة المصالح، الصفقة عنوانها المصالح، أليس كذلك؟ بالتأكيد، ولهذا أنا أتكلم بالمنطق الإيراني. يعني إذا كانت إيران هي ذات، إذا كانت إيران هي ذات وترفع شعار الشيطان أكبر على أمريكا، أليس كذلك؟ ينبغي أن أي اقتراب من الشيطان مشكلة، يعني أي اقتراب من هذه المصلحة إشكال. ولذلك إسرائيل طبعا تقع في قلب هذا التقارب. أنا أتكلم بالمصالح، حتى بالمصالح، إذا كان بالمصالح يمكن أن يكون التقارب العربي الإيراني في المنطقة العربية الآن أهم طيب. وأكثر يعني فائدة ورجاء من تقارب أمريكي إيراني. طيب دكتور عدنان، انتهى الوقت تماما بالنسبة لهذا الملف، ولكن يستحق ربما أن نعطي 30 ثانية للدكتور مرندي أن يرد على هذه النقطة. تفضل دكتور مرندي. في الواقع لطالما كان يتطلع الإيرانيون قدما إلى أي تقارب مع الأنظمة العربية في هذه المنطقة، لا سيما الأنظمة الثرية بالنفط. يعتقد الإيرانيون أن هذه الأنظمة كانت تعمل بما يناهض مصلحتها من خلال بث الاضطرابات في كل المنطقة، وذلك لن يؤذي مجرد بلدان كسوريا وليبيا، بل أن هذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى كثير من الصعوبات في هذه البلدان ولا سيما السعودية. لكن فيما يتعلق بالحاجز الأساسي بين إيران والمتحدة الأمريكية هو فلسطين ودعم إيران للفلسطينيين. البرنامج النووي بالنسبة للإيرانيين هو مجرد عذر، وإيران بكل بساطة لن تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني. الإيرانيون يعتقدون أن إسرائيل هي دولة تمارس الفصل العنصري، وهذه السياسة لن تتغير في أي لحظة كانت. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتوصل إلى اعتراف بإيران كدولة مستقلة ذات سياسة خارجية مستقلة ودولة لا توافق أمريكا الرأي، لا سيما فيما يتعلق بفلسطين. أشكرك دكتور محمد مرندي عميد كلية دراسات العالم في جامعة طهران والمحلل في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية ومن غزة. نشكر الدكتور عدنان أبو عامر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة. أبرز التغييرات في الحكومة المغربية الجديدة هو فقد حزب العدالة والتنمية المتزعم للائتلاف الحكومي حقيبة الخارجية، وتولي الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الملتحق الجديد بالائتلاف الحكومي لهذه الوزارة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة على مدى انسجام سياسة حزب العدالة والتنمية مع السياسة الخارجية للدولة المغربية. الحكومة في نسختها الثانية قد تواجه معارضة قوية بعد التحاق حزب الاستقلال بصفوفها وارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تقودها على خلفية رفع الدعم عن المحروقات. نور الدين الدغير. النسخة المعدلة لحكومة الإسلامي عبد الإله بن كيران خرجت إلى الوجود بعد 3 أشهر من أزمة حكومية كادت تطيح بالرجل من سدة تسيير الشأن الحكومي بالمغرب. خرج حزب الاستقلال الذي التحق بالمعارضة ليحل محله حزب التجمع الوطني للأحرار مغادرا مقاعد المعارضة، لكن حزب العدالة والتنمية فقد حقيبة الخارجية لصالح الحزب الملتحق بالائتلاف الحكومي المقرب من أجهزة الحكم في البلاد. هنا ربما يظهر أن خط السياسة الخارجية للحزب الإسلامي لم تعد تنسجم مع التوجه العام للدولة المغربية. قد يؤخذ على حزب عبد الإله بن كيران التوجه إلى الجارة الجزائر، اعتبر الأمر تسرعا من قبل الرباط، فحركة حزب العدالة والتنمية لم تكسر الجليد في العلاقة بين البلدين، لم تفتح الحدود المغلقة منذ عقدين من الزمن، ومشكل الصحراء الغربية لا زال يراوح مكانه. بقاء تيار محسوب شكلا على الإخوان المسلمين قد يشكل عبئا على المغربي في الملف المصري، وربما التوجه الدولي في ملف سوريا لم يعد يحتمل بقاء إسلاميين على رأس الدبلوماسية المغربية. التحدي الأكبر الذي قد يواجه الائتلاف الحكومي الجديد هو تداعيات رفع الدعم عن المحروقات على الوضع المعيشي للمغاربة. يتخوف الكثيرون من غضب شعبي قد يجد له داعما قويا في البرلمان، فالتحاق حزب الاستقلال بالمعارضة وتحالفه مع الاتحاد الاشتراكي يعيد إلى الواجهة المعارضة التقليدية بالمغرب، وقد تشكل مع حزب الأصلة والمعاصرة ثلاثيا يكون دوره كشف حسابات حكومة عبد الإله بن كيران، حسابات قد تكون نتيجتها خروج الإسلاميين من الحكم في المغرب كما دخلوه أول مرة.
بعض أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقدت التركيبة الحكومية الجديدة. تشتت اللي عرفوا المشهد الحكومي في الوقت اللي تنتحدثوا فيه على غياب أقطاب حكومية في إطار حكامة تنبني على التحولات اللي عرفها الدستور المغرب. نعتبر أنه هذه لحظة تراجع ولحظة انقلاب على المكتسبات الدستورية. هذه العملية التجميلية كان مطلوبا منها أن تقلص عدد الحقائب الوزارية وأن يكون نوع من القطبية في القطاعات والتجميع لها، فإذا نراها مشتتة. ومن الرباط ينضم إلينا رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان المغربي السيد عبد اللطيف وهبي، كذلك ينضم إلينا من الرباط مسؤول العلاقات الدولية في حزب العدالة والتنمية. وأبدأ معك سيد عبد اللطيف وهبي، وتحديدا بردود الفعل المعارضة على التركيبة للحكومة أو للحكومة الجديدة والتوسيع الذي طالها. إذا ما نظرنا إلى هذه التركيبة، حزب إسلامي فيها من الحزب إسلامي وحزب شيوعي، حزب ليبرالي وحركة شعبية وطنية أمازيغية، التركيبة يبدو أنها غير متجانسة. إلى أي حد يمكن أن تؤثر على عملها هذه التركيبة غير متجانسة أمام ملفات أكثر إلحاحا تبدأ بإشكالية رفع الدعم ربما عن المحروقات؟ أولا مساء الخير. أهلا بك. أعتقد أن هذا هو الذي نسميه نحن الاستثناء المغربي، حينما تلتقي المغاربة باختلافاتهم السياسية حول قضايا وطنية وحول المصلحة العامة للبلد. ولكن هذا لا يمكننا نغض الطرف على أن الاختلاف الإيديولوجي والاختلاف السياسي والاختلاف التحليل بين هذه الأحزاب تؤثر سلبا على العمل الحكومي. هنا يلتقي الليبرالي والشيوعي والإسلامي في حكومة ضخمة جدا من حيث العدد ومن حيث الحجم. ولكن ما يميز هذه الحكومة الجديدة هو دخول 6 نساء، وهذه إشارة جيدة تجاه قضية المرأة وقضية حقوق المرأة. لكن هناك انتقادات لهذه النقطة التي تعتبرها إيجابية بأنه كلهن منتدبات ليس لديهن هذه الوزارات التي تتحدث عنها. خلا واحدة ربما. انتقد من وزيرة واحدة إلى وزيرة وزارات منتدبة، يعني بضغط من النساء، بدعم من النساء، بحركة احتجاجية النساء على الحكومة السابقة. ولكن ما يمكن نقل عن هذه الحكومة أولا أنها حكومة سياسية جزئيا، لأن فيها التكنوقراط وفيها السابقون الذين كانوا في المسؤوليات السابقة، ثم أن بعض الوزراء تحملوا بعض المسؤوليات لم يمروا من تلك المهام سابقا. ولكن نحن في المعارضة لن نستعجل الأمر، سننتظر وسنرى كيف تستغل. كونك جئت على جزئية التكنوقراط سيد عبد اللطيف، وهو ما سأنتقل إليه، للدكتور رضا بن خلدون، وأعتذر منك لأنني لم أذكر اسمك عندما عرفت بك. أنت مسؤول علاقات دولية في حزب العدالة والتنمية، أهلا بك من جديد. موضوع التكنوقراط، هناك 7 أو 8 أعضاء في هذه الحكومة الموسعة، تكنوقراط لطالما كان شخصية أو شخصيتين في الحكومة يطال من حزب العدالة والتنمية انتقاد للحكومة. اليوم 8 شخصيات تحمل أو ضمن هذه الحكومة من تكنوقراط، لماذا؟ أول مساء الخير وشكرا. أهلا بك. أنا أعتقد أن الذي يجب أن نسلط عليه الأضواء ليس هو قضية التكنوقراط. اليوم المطروح بالنسبة للمغرب هو ما وقع من تطور سلس وانتقال الأوضاع في المغرب بعد الحراك العربي الذي في المغرب كان في شكل حركة 20 فبراير. سنتحدث عنه، لكن نتحدث الآن عن التركيبة لهذه الحكومة. لطالما العدالة والتنمية أكلت انتقادات. تفضل. بالضبط. ربما كان لدينا انتقادات عن بعض الأمور وقد نكون تراجعنا عنها جزئيا، وهذا شيء طبيعي. ولكن أقول أن المهم في هذه التجربة بعد انتظار شهور لتشكيل حكومة جديدة، حتى كاد الملاحظ العربي يتخوف إن صح التعبير على ما يسمى باستثناء المغربي، لأن كان انسحاب حزب الاستقلال كان يعني مما يعنيه ربما إسقاط الحكومة كما تم إسقاط حكومات بمناطق معينة في العالم العربي. ولكن المغاربة هذه عادتهم، وهذا هو الاستثناء المغربي الذي تحدث عنه الأستاذ وهبي. رغم اختلافاتنا، رغم الإشكالات الموجودة فعلا، قد تمت تشكيل حكومة بنجاح، باعتبار أنه قد تم الآن إلحاق حزب التجمع الوطني الأحرار إلى التشكيلة. صحيح قد تكون لدينا بعض الملاحظات ونحن في الأغلبية حول التشكيلة، من حيث عدد الحقائب، من حيث الموضوع الذي تحدثت عنه حول موضوع التكنوقراط. والتكنوقراط بالمناسبة كانوا في حكومات سابقة. نحن ننتقد ربما العدد، هذا صحيح، ولكن في حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليسري مثلا كان هناك
التكنوقراط. وبالمناسبة عندما نتحدث عن العدد يجب أن نرجع إلى هذه التشكيلات مثل في عهد حكومة عبد الرحمن اليسري مثلا في 98 كان هناك عدد كبير من الوزراء. لماذا؟ النظرة لأنه عندما تكون التحالف لا بد، دعني أقولها بصراحة، هناك ضغط في هذه الأحزاب لتنال بعض الحقائب الوزارية، فلا بد في إطار المفاوضات شيء طبيعي أن يتم تجاوز واحد على المعين. وهو ما وجه أيضا الاتهام أنه كانت هي عبارة عن محاصصة جديدة لهذه الحكومة أكثر من أنه كانت يتم المفاوضات هذه لأشهر للوصول لحكومة تعمل بالعمق للمشاكل التي يعانيها المغرب. نعم. سأعود إليك لو سمحت لي دكتور رضا، نعود مجددا للسيد أو للسيد عبد اللطيف. لا عفوا تفضل. عفوا تعليق تفضل بسيط. تفضل. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية كان عنده 11 حقيبة تم المحافظة عليها، لم يقع أي تغيير. ولكن بالنسبة للإضافات التي كانت هي بالنسبة للأحزاب الأخرى، باعتبار أن المفاوضات كانت عسيرة جدا، كان رأي حزب العدالة والتنمية أن نحافظ على نفس العدد، ولكن الأحزاب الملتحقة لا أقول أنها اشترطت، ولكن ليس من السهل بطبيعة الحال ونحن في حلة جديدة في إطار المفاوضات، كان لابد من بعض الإرضاء، ولكن العمق بالنسبة لنا هذا الإرضاء سأتحدث عنه معك، وتحديدا لفقدانكم وزارة الخارجية. لو تسمح لي أن نعود للسيد عبد اللطيف وهبي، توسعت هذه الحكومة ب 39 وزيرا، ظروف قاسية في حقيقة يعني تعيشها أو يعيشها المغرب، تضخم غير مسبوق بمعدلات التضخم غير مسبوقة ومعدلات البطالة غير مسبوقة، ما الذي يمكنها أن تفعله هذه الحكومة؟ لا، هو أولا تضخم العدد لا يعني أن هناك إشارات معينة، هناك طرديات سياسية، فيها حسابات سياسية، فيها مجموعة من الأشياء، ولكن الحكومة الآن تتواجه تحديات كبرى، ونحن سنكون في المعارضة مراقبين لهذه المسألية، ولأن تحديات على المستوى الاقتصادي، على مستوى التضخم، تحديات على مستوى الدين الخارجي، على مستوى صندوق المقاصة، على مستوى التشريع، لأن احنا وفقا بالفصل الدستوري ملزمين على أن نشرع القوانين التنظيمية. ثم اخيرا ما قاله جلاله الملك في خطابه اليوم حول موضوع وضع قانون ينظم المعارضه لان داخل البرلمان ودورها الى اخره، هذه التحديات سنساهم فيها اولا بنيه التوافق، بنيه الحوار، بنيه المناقشه، ولكن كذلك سنراقب الحكومه وسنواجهها اذا ما مثل القدره الشرائيه، اذا ما زاغت عن التوجه الديمقراطي، اذا اصبح هذا الائتلاف الحكومي فقط لتمرير الزمن السياسي وإهداره دون مبرر. أما هل ستنسجم هذه الحكومة أم هل ستختلف؟ هذا سينبني أساسا على قدرة أول سبيل إلى الكيران. يعني هل تم مراعاة هذه المشكلات الأساسية؟ أنت تقول أن هي ترضيات سياسية ما خلصت إليها الحكومة الجديدة بتوسعاتها، وكأنه لم يكن مدروس أو مطروح في المفاوضات أهمية المشكلة والتحديات التي تحدث عنها التي واجهها المغرب. أنا لم أكن حاضرا في المفاوضات، هذا لا يمكن أصدر أحكاما مسبقة على الأشياء، سأرى من الخطوات التي ستجريها هذه الحكومة التي أصدر حكما، أما أن أصدر حكما بناء على النوايا فلا أستطيع، ولكن ما يمكن أن أقول أنه الآن في الحكومة أناس مارسوا العمل السياسي، مارسوا الإدارة، مارسوا الوزارة، معنى هناك تجارب موجودة يمكن أن نتعامل معها، لكن المهم هو أنه هل سيستطيع سيد بن كيران بقدرة سياسية أن يطور نفسه حتى يستطيع أن يدير هذا الجيش العرمرة من الوزراء، وأن تكون له القدرة كذلك على أن يتحول لرئيس حكومة، لأن حتى الآن ما زلنا نتعامل مع رئيس حزب فقط وليس مع رئيس حكومة. نتمنى أن سيد كيران يفهم أنه دوره الآن رئيس حزب أكثر من رئيس حكومة. بهذه النقطة سأنتقل للدكتور رضا بن خلدون، سماها وجيش عرمرة من الوزراء ضيفنا سيد عبد اللطيف وهبي، وهذه التوسعة التعامل كرئيس حزب وليس رئيس حكومة هو ما أفقدكم وزارة الخارجية؟ لا، هو طبعا مع كامل احترامي للزميل والصديق عبد اللطيف، يعني الانتقال من بعثة الوزير الى يعني اضافة خمس حقائب، دعني اقول فقط واغلبها نسائية، تعتبرها جيشا عرمرما، فانا لا اظن اننا جيش عرمرما. مدى اضافات ما شرحت في اول المداخلة تتعلق بالمفاوضات، اذا اردتم ان تسموها يعني طرديات فلا بأس، فهذا شيء طبيعي في جميع الديمقراطيات. بالنسبة لوزارة الخارجية في ثم ثانيا فيما يتعلق بأن المعارضة دائما هذه المقولة أنه سيد بن كيران هو رئيس حزب وليس رئيس حكومة، ويظهر كأنه رئيس حزب، هذا الكلام يعني مرفوع عنه، نحن دائما نتعجب ربما تؤخذ من بعض التصريح. دكتور رضا تسمعوني؟
فقدنا الاتصال مع الدكتور رضا بن خلدون، سنعود الاتصال به. وهي انت معنا دكتور رضا؟ دكتور رضا انت على الهواء؟ انت على الهواء دكتور رضا؟ لا انا الاستاذ وهبي رئيس المعارضه. طيب ستبقى معنا سيد عبد اللطيف. لم نفقد نحن الاتصال، سنعاود ان شاء الله الاتصال وسنكون معك انت سيد عبد اللطيف وهبي. لا افهم حقيقه ما الذي تقصده بانه انقطع الاتصال ولماذا تضحك؟ ربما ستضحك. لا اضحك لانه فقط اتصال مع الاغلبيه الحكوميه ولم تفقد اتصال مع المعارضه المغربيه، هذا اشاره ايجابيه من اذاعه ميادين. لا نحن لم نتعمد فقدان الاتصال، هذه النقطة يجب أن تكون واضحة بالنسبة لك ولمشاهدينا، وسنعاود الاتصال بالتأكيد مع الدكتور رضا بن خلدون. ستبقى معنا سيد عبد اللطيف كذلك الدكتور رضا ونحن في إطار معاودة الاتصال به، ومن ضمن أيضا المواد التي نطرحها في المسائية. التعديلات الدستورية الأخيرة في المغرب خففت إلى حد ما من صلاحيات الملك وعززت من صلاحيات الحكومة والبرلمان، هي تعديلات تعمل تحت سقفها خارطة سياسية من الأحزاب والنقابات. أبرز التعديلات وأهم الأحزاب السياسية المغربية يستعرضها لنا الزميل محمد محسن. السلام عليكم. التعديلات الدستورية الأخيرة في المغرب حدت من صلاحيات الملك لصالح سلطات أخرى كرئاستي الحكومة والبرلمان. دستوريا الملك هو رئيس المؤسسة الدينية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يحق له تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكنه ملزم باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. تعيين شاغلي الوظائف الكبرى كالمحافظين والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لم يعد حكرا على الملك، بل صار لزاما عليه اختيار أسماء الموظفين الكبار من لائحة ترشيحات يقدمها رئيس الحكومة. وإن رفض الملك أحد الأسماء لا يحق له طرح اسم بديل، بل يعود لرئيس الحكومة ليطرح اسما آخر. في الدستور السابق كانت صلاحيات التصرف بالملف الأمني محصورة بالملك. بموجب الدستور الجديد تم تشكيل مجلس الأمن القومي الذي يضم إلى جانب الملك رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الداخلية ورئيس غرفة المستشارين. حل الحكومة والبرلمان صار أيضا بالتشاور بعدما كان قرارا فرديا، فأي قرار ملكي من هذا النوع صار مرهونا بموافقة رئيسي الحكومة والبرلمان، وكذلك الأمر بالنسبة لإعلان حال الطوارئ في المملكة. لكن ما تعيبه الأحزاب المعارضة ولا سيما اليسارية هو عدم استفادة رئيس الحكومة من صلاحياته. هذه الأحزاب تندرج ضمن خريطة سياسية واسعة في المغرب. لنبدأ بالائتلاف الحاكم الذي يضم 4 أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار. وبعد خروجه من الحكومة تحول حزب الاستقلال المحافظ إلى أبرز أحزاب المعارضة، إضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية ونقابات عمالية وحزب الأصالة والمعاصرة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد المغربي للشغل. النقابات قد تؤدي دورا في دعم الأحزاب المعارضة عبر تحريك الشارع، كما توجد أحزاب إسلامية غير مرخصة كجماعة العدل والإحسان وحزب البديل الحضاري وحزب الأمة. هذا كل شيء. الآن عودة إلى متابعة النشرة. ومجددا نعود لضيفينا من الرباط، وعاد إلينا الدكتور رضا بن خلدون. دكتور رضا، كنا نتحدث عن فقدان وزارة الخارجية بالنسبة لكم كحزب العدالة والتنمية، وأن الكلام يتحرك وزارة الخارجية وفق منظور الحزب، لذلك يعني هذه الحقيبة فقدت بالنسبة لكم إن كان بالخط السياسي للمغرب كدولة. هو يجب ان نعلم شيء اساسي بالنسبه لهذا الموضوع. وزاره الخارجيه منذ مده طويله وهي كانت تعتبر من وزاره السياده، بمعنى انه عاده لا تمنح للاحزاب السياسيه، بل تمنح لشخصيات يعني تكنوقراط بصفه عامه الا بعض الاستثناءات. لماذا؟ السبب الرئيسي هو انه السياسه الخارجيه يعطى المجالات المحفوظه، اي انه دور المؤسسه الملكيه فيها دائما يعتبر دور حاسم واساسي. ولكن بعد انتخابات 25 نوفمبر لاول مره، او دعني اقول ليس لاول مره ولكن بشكل اساسي، هذه المره اسندت الى حزب سياسي معين هو حزب العداله والتنميه.
والوزير السابق الدكتور سعد الدين العثماني، صحيح ان حزب العداله والتنميه له برنامج فيما يتعلق بالعلاقات الخارجيه والعلاقات الدوليه، وهو هذا البرنامج كان محل انتقاد بما يتعلق بمصر، بما يتعلق بالجزائر، بما يتعلق ربما بالملف السوري. تفضل. عفوا لم اكمل. صحيح ان كان لديه برنامج، ولكن عندما تصل البرنامج الاحزاب السياسيه، عندما يتم تشكيل الحكومه فلا يبقى هناك برنامج الاحزاب السياسيه فيما يتعلق بمجموعه من الملفات ليس فقط الخارجيه، يصبح برنامج الحكومي. والبرنامج الحكومي فيما يتعلق بالسياسه الدوليه كان واضحا فيما يتعلق بمجموعه من القضايا، على راسها قضيه الوحده الترابيه والدفاع عن قضيه الصحراء المغربيه كما تعلمون، وعلى راسها القرب من الاتحاد الاوروبي في اطار وضعية الاعتبارية للمغرب في الاتحاد الأوروبي، وما يتعلق بالسياسة الإفريقية. نعم. قضية الشرق الأوسط، المغرب كان دائما القضية المركزية للأمة وهي القضية الفلسطينية باعتبار الملك كما نعلم هو رئيس جلالة القدس وغير ذلك، بمعنى أنه بصفة عامة الدكتور سعد الدين العثماني الذي كان وزير الخارجية لم يتزحزح عن الإطار العام للسياسة الخارجية، بل عمل على تقوية إدارة الخارجية على مستوى وزارة الخارجية، على مستوى القنصليات، على مستوى البعثة الدبلوماسية ببلادنا بنيويورك، وعلى مستوى مجموعة من الفتاة عالجها الدكتور. الآن نحن لا نتحدث هو عن هو الاتهام للحزب وليس لشخص سيد عثمان. بكل الأحوال لو ننتقل لو سمحت لنا دكتور رضا إلى السيد عبد اللطيف وهبي بآخر سؤال، تعديلات دستورية البعض وكثر يرى فيها أنه أفسحت المجال ربما للمؤسسات الأخرى بأن يكون لها دور، وربما من تعزيز حظوظ المعارضة، هل ترونها كذلك؟ نعم. أولا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أقول حول الدكتور عثماني مع كامل احتراماتي له أنه ارتكب أخطاء كبيرة في وزارة الخارجية انعكست على علاقة المغرب بمجموعة من الدول بما فيها حتى فرنسا نفسها، ولذلك كان من أسباب سياسية من الضروري أن تتغير وزارة الخارجية. أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فالآن نحن ليس فقط الآن نناقش التعديلات الدستورية، بل نحن الآن مسؤولون على إخراج هذه النصوص الدستورية إلى مجموعة من القوانين والقوانين التنظيمية لإعطائها الحياة، وهذه مسؤوليتنا الآن نحن في مجلس النواب مع جميع أغلبية ومعارضة، وسننتظر من الحكومة تقديم اقتراحات في هذا الموضوع، ونحن هيئنا مجموعة من الاقتراحات وقدمناها. وربما ما وضعه اليوم العاهل المغربي في كلمته ربما عديد من القوانين من ضمنها قانون لتوضيح مهام المعارضة السياسية وعلاقتها مع الحكومة حتى لا تتحول وسيلة إلى الفوضى كما سماها. وأولا احنا مررنا كثيرا من حقوق المعارضة في النظام الداخلي مجلس النواب، والجلالة الملك ارتعى أن من الأفضل أن يكون على مستوى قانون مستقل، وهذا كان نقاش هنا في البرلمان وعطى رأيه في هذا الموضوع، ربما أنه الأحسن. هذا ما كنا نطالبه نحن كمعارضة لضمان حقوق المعارضة، لأننا نريد أن نجد دولة. وللأسف انتهى الوقت سيد عبد اللطيف، والعديد من النقاط مهمة يجب كان النقاش فيها حول الموضوع المغربي وبما يتعلق في تفاصيل الحكومة وتفاصيل أخرى، لكن الوقت كان له الكلمة الفيصل. أشكرك سيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في البرلمان المغربي، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط، ومنها نشكر الدكتور رضا بن خلدون مسؤول علاقات الدولية في حزب العدالة والتنمية.